السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده طبعا الزيتون، طبعا الحصاد بتاع الزيتون ده مش في مصر، ولكن حبيت اوريكم الطريقة. ده جهاز كده بيشتغل بضغط الهواء، يعني بيهز زي حاجة بتسقف على بعضها كده، بتهز الفرع فبينزل الزيتون بتاعه زي ما انتم شايفين كده. يعني هي فكرة كويسة وسريعة كمان يعني ومريحة. طبعا ده الكمبروسل طالع منه خراطيم الهواء اللي بتركب على الجهاز اللي هو بيهز الفرع عشان ينزل الزيتون. طبعا في فرشة زي ما انتم شايفين كده على اساس الزيتون ما ينزلش على الارض ويتبهدل، بس حلوة الفكرة يعني، عجبتني وعجبني النظام بتاعها. ما شاء الله أشجار زيتون دي كبيرة جدا في السن في العمر،